طبعا رسالة إلى مدير ماء سامراء، شوفوا هاي الحالة، طريقة هاي أهالي حي الشهداء يعرفوها أكيد، لأن يجينا ماء مو صافي طبعا، وكل حصو يجينا حصو فيه. نوجه رسالة إلى مدير ماء سامراء المحترم أن ينظر بهاي الحالة. طبعا هاي كل شهر أنظفها هاي القنينة، إذا ما نظفها يحترق المطار. هذا هسه نظفتها، شوف طبعا الحصو، هذا مي، هذا طبعا الكثير راح يقول هذا مو من الشط يجي قبل، انا هم قلت هيجي، بس الشغلة اللي بيها دا يجينا محار بي اكيد من الاسالة قبل. شوف المحار يعني وين دور الإسالة مال ماء، يعني مثلا اكو تصفية مباشر من الشط يجينا. شوف انا قلت احتمال بوري مكسور شي، بس مستحيل، هذا من الشط قبل يجي. شوف المحار، طبعا كله محار، هذا المحار، شوف الحصى، هاي هسه نظفتها القنينة.